السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة تعليم الحفارة. أذكركم أحبائي بأن رابط الواتساب الخاص بالقناة موجود في أول التعليق، لكن قبل ذلك لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لنستمر في العطاء بحول الله. مرحبا بكم في قناتكم لتعليم الحفارة. الدرس ديال اليوم غيكون على شي نصائح للكريسونات، وكنضرب لكم الموعد الجاي ان شاء الله مع البنت ديال الفاسان. كنتمنى التوفيق للجميع. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على واحد الحاجة اللي بزاف ديال الدراري كيتشكاو منها، لا الكريسونات لا الشواف. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على شي حوايج ديال الكريسون. الحلقة الجاية ان شاء الله غنتكلموا على الشيفور. الكريسون الاخوان دابا كيشوف الشيفور كيقول لك مالو، شكون هو كاع؟ وي راه عارفين شكون هو كاع، راه غير بنادم بحالك بحالو ولا 6 شهور كاملين. ولكن ما ننساوش الاخوان انك كتعلم عند الشيفور ولا كتخدم مع الشيفور، انت غير كريسون، راه كنأكد عليها غير كريسون، راه كلشي دايز من الكريسون، ماشي راه حتى انا وتا هذاك كلشي دايز من الكريسون، راه كريسون كيبقى اقل قيمه من الشيفور. على كل حال راه كلنا بنادم، كل واحد راه، ولكن الكريسون اقل قيمه من الشيفور، ولكن ملي يولي شيفور كيكون عاوتاني الكريسون اقل قيمه منه. هذه متفق عليها. لكن الاخوان الكريسون ديما كيخصو يحترم الشيفور. على كل حال مثلا جيتو في كوب مثلا، خص الكريسون هو اللي يطلع، حنا دزنا من هادشي كاملين، الكريسون هو اللي يطلع للفوق. هذا بحال اللي قلتي الحق ديالو، لحقاش الا نوتو الصداع راه انت اللي غطلع للفوق، الكريسون هو اللي غيطلع للفوق، هذه ما فيهاش شك. وقال لك صيفطك شي الشيفور شي حاجه براد الخدمه، ما الخدمه خلاص راه لا خاطرك نقولوها، براد الخدمه سير تقضي له غرضه، ماشي غير بزز عليك، لا ماشي غير بزز عليك، لا ما غاديش يبزز عليك، ولكن بما انك كتقضي له الاغراض ديالو لا داخل لا داخل الخدمه لا برا الخدمه، راه اكيد غيتهلا فيك بالماكينه. وهذا هو الهدف ديالك من الكريسوني، على غتجمع الفلوس فيها ما غتجمعش الفلوس، الهدف ديالك من الكريسون هو انك تعلم. ولكن الا ما كتقضيش الكريس الشيفور الاغراض ديالو، هادشي ماشي الاغراض المستحيله، غير راه ما يمكنش حتى هو يقول لك اعطني الفلوس بقى صرف عليا، راه ما يمكنش. عاوتاني راه استثنائيا كيقول الكريسون تعطيني ولا ما تعطيني، راه استثنائيا هادو ما كندوش عليهم. كنقول لك انا بحال ما يسخك الحانوت ولا يقول لك ديرنا الكاميله بالليل ولا، راه خصك ديرها تيلا فيه باش يتيلا فيك، راه الا ما تليتيش في الشيفور راه ما يمكنش حتى هو يبقى يعطيك الماكينه بزاف مثلا، ولا يوريك شي حوايج غامضين في الماكينه ولا، راه بنادم هو هذا. وما تنساوش عاوتاني الكريسون خصهم يبقاو سميين بزاف، شكون هادي علاش درتي علاش ما درتيش هادي وهادي وهادي، باش حتى هو يلقى جاوبك، ماشي راه كيجاوبك ساكت، يعني راك فاهم داكشي كامل. شحال من واحد خصك تبقى تسول بزاف وترد البال للماكينة، راه إلا جاك ترد البال للماكينة راه أكيد غيبقى يعطيك 100%. وكنتمناو لأي واحد بغا يتعلم كنتمناو له التوفيق، واللي معلمين كنتمناو انهم يتلقاو في الكريسون ديالهم. وحال السوارت حوايج الميكانيك نسيتها، حوايج الميكانيك راه خاصك الكريسون هو اللي يتكلف بيها، ما تسناش شي فور يحل لك شي حاجه بالساروت ولا، راه من مصلحتك انت انك تحل، راه غدا ما تعرفش غادي تجيب غدا تبدل شي الماكينه ديالك ولا سميتو، باش غتبقى تجيب الميكانيك على فيكسيبل ولا على الاخر، راه ما يمكنش. اللهم تعلم، ما حدك الكريسون لقيتي شي حاجه حل غير حل البولونات حل هادي حل اللي قال لك ديرها، لكن دابا كتبقى شي واحد شي كريس الله يهديو العدو ديالو انك تقول له حل شي حاجه من الماكينه، لا الرويض الى البنو شي فيكسيبال، بغى يبقى يجلس تما يجلس حتى تقول له هكاك الماكينه، راه ما يمكنش. تحل الماكينه شريف ونقي الماكينه تيهلا في الماكينه وتيهلا في الشيفور، تيهلا في الشيفور لا ونعاود ناكد تيهلا في الشيفور ماشي تيهلا فيك، راه الوحيد اللي كطلب له وكيزيد يبغيك هو الله سبحانه وتعالى، ما البنادم راه كطلب له تا وطلب له راه كيمل لك، وصافي هو تيهلا فيه بلا ما تبقى
تساعد براسك معاه ولا على والو، راه الا ما تغلطيش فيه راه ما غاديش تبقى عطيه على يقين. والمهم الاخوان اللي مازال ما اشتركش في القناه كنتمنى يشترك وتبارطاجيوها في الفيسبوك مع اصحابكم وحبابكم، وكنتمنى التوفيق كما قلت نعاود نكرر، كنتمنى التوفيق للجميع اللي بغى يتعلم والمعلمين. والسلام عليكم ورحمه الله.